ليش من هون هيك طولت الطريق؟ في ناس ورانا وعم حاول ضيعهم. شو؟ من أول ما طلعنا من البيت وهنن ملاحقينا. ممدوح، لو سمحت ضيعهم. الليلة ما لازم حدا يشهد عليها غيرنا، لو سمحت. أمرك فتون خانو. حضرتك منيحة؟ ايه. انت خليكي بالسيارة، رح روح شوفن واجي. يا الله دخيلك ساعدني. احكي لي شو قالوا؟ فتون خانو، ما بعرف شو بدي اقلك، بس القبر فاضي. ما بدك تشرب قهوة؟ يسلموا. قلت منحكي شوي مع بعض، بس تحسين بيك ما لو فاضيلنا بنوب. أنا بعرف ليش عابس بوشي وما عم تحاكيني، لأني قبلت خلي جيهانة تروح مع عروة. لا مو هيك آسيا، أنا ماني زعلان لهذا السبب. ما دام هيك ليش دائما مهموم؟ ها؟ فتون خانم دائما بتسأل عنك، ما بعرف شو بدي جاوبها، شو عم بيصير معك؟ آسيا، إلنا سنتين ما أخذنا إجازة، شو رأيك نلحق الأولاد على الجبل؟ خير إن شاء الله. مين؟ نعم فتون خانو. تحسين؟ بدي أحكي معك بأمر ضروري، ممكن تجي لو سمحت؟ جاي فورا. نعم فتون خانو، انتي عم تبكي؟ حدا صار له شي؟ فتحت القبر تحسين. اي قبر؟ فتحت قبر ابني والقبر طلع فاضي. امي كانت عم تقول الحقيقة. فتون خانو، كيف اجتك الجرأة وفتحتي القبر؟ لو ما فتحته كنت رح جن، تعذبت كل هالسنين على الفاضي تحسين. كأنه في بدمك حكي؟ أنا؟ ما في شيء. أنت كمان كنت بتعرف؟ لا ليلتها أنت كمان كنت معنا، أنا كنت غايبة عن الوعي وأنت كنت مع أمي. احكي لي شو صار وقتها لو سمحت. أنا عملت اللي أم حضرتك طلبته مني. شو عملت؟ ليلتها أنت كنت غايبة عن الوعي، فبقيت جنبك لأطمن عليكي. وأم حضرتك؟ أمي أخذت ابني مني وعطته للعالم وكذبت علي. ما رح سامحها بحياتي أبدا تحسين. كل الوجع اللي عشته بكم، وابني وين تربى وعند مين بكم تاني؟
شو رح تعملي هلا؟ رح دور على ابني، وانت اللي رح تساعدني. امرك. فتوكر علي كذابي. تركتني انا وصغير باللفه على باب ميتها. معقول اتركك بارادتي؟ كرمال الشهره والمصاري تخليت عن ولادها وعن ضميرها وانسانيتها. بالمختصر انا ابنها الغير شرعي. صدقني هن سرقوك مني، صدقني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.